يا اهلا بيكم مره تانية، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه اللي منورانا فيها الناقده الرياضيه الاستاذه منى عمر، وعندنا حواديت كتير هنتكلم معاها فيها. يا صباح الفل عليك. صباح النور عليك. اخبارك ايه؟ كله زي تمام؟ الفل. صباح المونديال. بص بقى، انت هتلاقيني بسابق الزمن عشان انا عندي ملفات كتير قوي عايز افتحها معاكي في حلقتنا النهارده. يلا بينا. واستاذنك تعالي نبتدي من المنتخب ولقاء مصر وبلجيكا، اللقاء الودي اللي انتهى بفوز مصر 2-1 وماتش ناس كتير قوي اطمنت بموجبه، فهل نفس الطمأنينة تسللت ليكي ولا انت ليكي وجهة نظر تانية؟ لا، دي حقيقة. طبعا المنتخب أدى أداء جيد جدا في ودية بلجيكا، صراحة يعتبر أداء غير متوقع. الناس كلنا تقريبا اتفاجئنا بتماسك عناصر المنتخب، بنبدأ بالتسجيل. لا، ومش مش 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 تسجيل عادي، لا أهداف عالمية. بالظبط، جول حلو قوي جدا جدا. الهدف الأول والهدف الثاني أحلى وأحلى. بالظبط، وبعدين الهدف الثاني كمان الترقيصة لكيفن دي بروين، يعني دي كانت كوبري عالمي. ايوه بالظبط كده، كانت عالميه. الهدف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد متوج بدوري ابطال اوروبا، فلا مباراه كانت ثقيله جدا. منتخبنا كان متماسك الى حد كبير، ادى مباراه رائعه. الناس بعد المباراه اطمنت، لان كان الاغلب قبل المباراه كده، ودي طبعا حاجه تزعل ان احنا نقولها يعني، بس لو حتى انت بتدردش مع حد زميلك كده، ايه بقى يا عم هنشيل كام النهارده؟ بلجيكا. عايز اقول لك، عارفه ايه كمان يزعل؟ وان كان انت ما غلطتيش فيه ولو للحظه الحقيقه، بس فكره ان كلنا اتفاجئنا بتماسك المنتخب. يعني احنا واصلين لمرحله ان مجرد ان احنا نشوف منتخبنا متماسك دي امله. دي حاجة تزعل برضه. هي عشان حصل تخبط كتير الفترة الأخيرة يا كريم، سواء تغييرات إدارية، تغييرات مجالس اتحاد الكورة، فكل ده لازم يعمل عدم 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 توازن، يعمل عدم استقرار في المنتخب. احنا كنا بنقعد فترات طويلة جدا أساسا المنتخب ما كانش بيعمل معسكرات في فترة الأجندة الدولية، وده كان سبب من الأسباب الرئيسية اللي يخلي منتخب مصر تصنيف تاني في قرعه الدور النهائي بتاع تصفيات كاس عالم، وده اللي خلانا نضطر ان احنا نواجه السنغال، لان هي كانت تصنيف اول احنا كنا تصنيف تاني. فكان في تخبط كبير جدا في الفترات الاخيره. خلاص بقى صفحه وانتهت، خلاص احنا للاسف خلاص ما صعدناش كاس عالم، خسرنا نهائي دوري ابطال، اسفه، نهائي امم افريقيا ركلات الترجيح. خلاص خلينا بقى نبص للي جاي. معانا مدرب فيتوريا، مدرب وضحت بصماته جدا جدا من اول مباراه، من اختيارات اللعيبه، حتى شكل المنتخب او شكل اللعيبه في الملعب، الاداء، الروح، التجانس، كل ده شفناه في وديه بلجيكا، ونتمنى بقى ان احنا نبني عليه. محدش بقى ليه دعوه. ده لازم، مش بالزبط. بس نتمنى، ده لازم. وعلى فكره ناس كتير كانت شايفه ان اللقاء الودي مع منتخب بلجيكا هو بقى اللي بناء عليه فعلا نقدر نقيم مبدئيا انعكاسات وجود فيتوريا وجهازه الفني مع المنتخب. بالظبط، دي حقيقه، لان ده يعتبر اول مباراه فيها احتكاك قوي مع منتخب تقيل جدا، منتخب كمان مش افريقي يعني، لا ده منتخب بالظبط كده، منتخب اوروبي. فالوضع بيختلف او الشكل بيختلف لما اكون بلاعب الكاميرون او بلاعب السنغال، غير لما اكون بلاعب اسبانيا بلاعب بلجيكا. طبعا الاحتكاك نفسه حتى ما بين اللعيبه وبعضها بيبقى مختلف، بيدي خبرات كتير. اقول لك على حاجه برضو ملفته النظر، وانا مش بتكلم دلوقتي لا على الفتره دي ولا حتى على الجيل ده من لعيبه المنتخب، انا بكلمك بشكل عام. من الحاجات الملفته للنظر ان منتخب مصر ممكن تلاقيه بيلعب مع منتخب يعني تعبان قوي على قده تماما، واحنا تلاقينا ايه بنزك جنب منه، وفي نفس الوقت تلاقي نفس المنتخب بيلعب منتخب قوي، تلاقينا صحصحنا كده وعملنا جيم حلو. هي ايه سر الحكايه دي؟ اعتقد بتبقى التحفيز للعيبه قبل المباراه. لما اكون انا عندي مباراه مهمه جدا مثلا، مع ان بلجيكا كانت مباراه وديه، ولكن هي عشان اسم المنتخب يعني، انا لو بلعب مباراه وديه دوليه مثلا مع منتخب مثلا زي ليبيريا مثلا، يعني انا مش قصدي طبعا اقل من اي منتخب، طبعاً بس في بالظبط في فرق في الخبرات.
وانا نازل معنويا، وممكن تلاقي اصلا معظم المصريين ما كانوش يتفرجوا اصلا على المباراه، عادي مباراه منتخب مصر كسب تمام، ما كسبش طب خلاص يعني. انما لما وديه مصر وبلجيكا احنا كنا بنتعامل معاها كانها مباراه رسميه، الناس طلعت بعد المباراه بتتحسر ان هي ما وصلتش صحيح كاس صحيح عالم، صحيح ورجع تاني عارف الايه الانين بتاع انه طب ما طبعا انا كان اولى ان انا نصنع الجرح تاني بالاداء الحلو اللي بالظبط عملناه في الماتش ده. وعلى بالظبط فكره يقال والله اعلم، وان كان ده طبعا كلام بيبقى سوشيال ميديا والواحد ما يقدرش يبقى مالي ايده قوي منه، بس يقال والله اعلم ان بعد اللقاء ما انتهى بثواني ابتدت جماهير بلجيكا تقلب الترابيزه على المنتخب بتاعهم وقال لك الله الله ايه اللي احنا شايفينه ده، هم الجماعه بتوعنا هيروحوا يعملوا ايه بقى في كاس العالم لما هم بالمنظر ده في ماتش ودي. مش للدرجات دي يعني. بلجيكا، بلجيكا في تصنيف فيفا هي رقم 2 على اتنين منتخبات، بعد البرازيل بالظبط رقم 2 طبعا. على منتخبات العالم، ونزلت 2 دي لسه مؤخرا ايوه يعني، قعدت فتره طويله جدا كانت هي متصدره التصنيف الشهري لفيفا يعني. يعني انا وده اصلا غريب مع ان في اسماء منتخبات واسماء دول ثانيه اتقل واعرق وكل حاجه. هي بيبقى ليها حسابات تانية يا كريم، المنتخبات في فترة فيفا ديت أو في فترة الأجندة الدولية بيبقوا متفقين مثلا على مباريات مع منتخبات أخرى، المباريات دي مثلا مباريات بتبقى دولية بس بتخش في الإطار الرسمي، بيبقى ليها نقط تمام، نقط في الفوز، نقط في التعادل، نقط في الخساره، بمجابها بقى بيتم بالظبط التصنيف. كده بالظبط كده، وبناء عليه بيتم التصنيف. عشان كده كنت لسه بقول لك ان ده فرق معانا جدا مع منتخب مصر لما ايوه نزلنا تصنيف طبعا تاني في افريقيا، في الفتره اللي احنا قعدنا فيها ما كناش بناخد اي مباريات صحيح. دوليه وديه او معسكرات حتى. لكن رجوعا تاني لماتش مصر وبلجيكا، برضو من الحاجات اللي كانت لافته للانظار فكرة إن في توازن حلو كده ما بين الدفاع والهجوم شفناه في منتخبنا. دي حقيقة. وبعدين في نقطة كمان مهمة قوي، الأسماء يعني. يعني فيتوريا راهن مثلا على لاعب زي محمود حمادة، مع ليه كل الاحترام والتوفيق، والتوفيق دايما يا رب إن شاء الله، ولكن الناس ممكن ما كانتش تركز أصلا في اسم محمود حمادة تمام. لكن مع المنتخب وجوده جنب طارق حامد، المباراه اللي اداها بشكل رائع 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 قدام بلجيكا، لا خلاص انا بقيت عنصر اساسي مع فيتوريا. هو كمدرب ليه بصمه مليون في الميه، ما نقدرش ان احنا ننكر ده. أكيد. زي ما قلت لك الاهم ان احنا نبني على اللي جاي بقى، خلاص دي بدايه، خلاص احنا نبني كجماهير. ازاي؟ ايه خطوات البناء في رأيك؟ اولا انا ما فيش تدخل خالص في عمل الجهاز المدير الفني الفني خلاص، او الجهاز الفني يعني، لا من قريب ولا من بعيد، ماليش اي تدخل فيه خالص، سواء بقى بوجود عناصر مصريه سواء بوجود عناصر اجنبيه، خلاص هو جاي ليه توليفه معينه او هو عايز حاجه معينه المفروض ان هي بتتلبى تمام. احنا عندنا ازمه في مشكله الدوري وتلاحم، مواعيد بالظبط، وتلاحم المواسم من ازمه. فكرك هتتظبط التفصيله دي؟ هتاخد لها وقت ليه للاسف، يعني؟ هتاخد وقت. وقلنا الكلام ده وقت فيروس كورونا، قلنا ان ده هينعكس على المنتخب بشكل سلبي، وفي الاخر يعني بنقول ده للاسف بقى لنا حصلنا فتره النتائج. حلوه، بقى لنا شويه حلوين بنقول نفس الكلام، وبعدين يعني حتى الناس او الاشخاص المعنيين اللي بيتقال لهم الكلام ده ما هم نفسهم اكيد لامسين المشكله دي. ما هي المشكله في التخطيط، وبعدين جزء مجاملات بقى يعني، ما تدخلناش في السكه دي لا يا واحنا كريم. ايه اللي دخلنا؟ واحنا ايه اللي دخل؟ اقول لك تعال نسيب الملف ده كله ونروح على كاس العالم ونبتدي كمان كلامنا بالاربع منتخبات العربيه اللي هتشارك في المونديال قطر 2022، وتعالي نبتدي بصحبه التنظيم وصحبه الارض قطر وتوقعاتك، مش بس الحفل الافتتاح، توقعاتك كمان في حسن تنظيم الفعاليات على مدار ايام البطوله. بص انا متاكده ان مليون في الميه النهارده هنشوف حفل افتتاح عالمي رهيب، خيالي بجد. الامكانيات بتفرق برضه وهم اكيد. هم عاملين شغل بقالهم فتره طويله طبعا، عاملين شغل جيد جدا، عاملين شغل رائع. احنا بنتفرج على السوشيال ميديا بنشوف الافتتاح الفان زون امبارح للجماهير، الحفلات، التنظيم نفسه، زمايلنا الصحفيين والاعلاميين، مركز متكامل، مركز اعلامي متكامل متوفر فيه كل الامكانيات
الامكانيات وكل سبل الراحه علشان يقدروا ان هم يغطوا البطوله. طبعا ده صحافه العالم كلها هتبقى موجوده بالظبط. اول مره كاس العالم ينظم في بلد عربي طبعا. فكل العالم ده بجد كل العالم منتظر يشوف البلد العربي دي هتعمل ايه. بغض النظر ان الكثيرين يعني في اوروبا للاسف منتظرين السقوط يعني او منتظرين مين اللي منتظرينه؟ في اوروبا يعني ناس كتير او كثيرين يعني منتظرين انه التنظيم ما ينجحش يعني عشان اختلافات بقى ثقافات. احنا شفنا حتى تصريحات كتير قوي لمدربين المنتخبات وكباتن المنتخبات هم معترضين اصلا ان البطوله تتلعب في بلد عربي، معترضين على توقيت البطوله نفسه، معترضين طبعا على بعض المحظورات اللي هي قطر اللي هي طبيعه بعض الجماهير وبرضه حاجات ليها علاقه بالمشروبات المقدمه بالظبط كده. على الجانب الاخر يعني زي ما في كده في ناس تانية لا احترمت ده يعني قالت انا رايح العب في مكان ما هو ليه عاداته وتقاليده وانا لازم احترمها زي ما هو لما يجي عندي انا ليه عادات وتقاليد مثلا هو مجبر ان هو يحترمها. وابتدينا نشوف فيديوهات لمجموعه من المشجعين من جنسيات مختلفه اللي هم ابتدوا يتواجدوا بالفعل في قطر، عاملين فيديوهات كتير على السوشيال ميديا بيتكلموا فيها بان حتى المتضرر منهم مثلا كان في واحد منهم متضرر من موضوع المشروبات الكحوليه وعدم وجودها واثناء المباريات وكلام من ده، بس الحقيقه كان بيتكلم بصيغه ان طيب طالما ده نظام الجماعه هنا يبقى نلتزم بيه ونحترمه. بالظبط. حد ثاني كان عامل فيديو كان وقت الفجر كان في اذان الفجر وصور الفيديو وفي خلفيته وهو بيصور احد المساجد في الدوحه وكان بيتكلم الحقيقه باستحسان فكره ان الاذان يعني في حاجات لطيفه ابتدينا نشوفها. بالظبط دي مقصوده اصلا يعني قطر هم قاصدين موضوع الـ الاذان واختاروا بعض المؤذنين بعنايه علشان وقت الاذان يبقى صوتهم حلو صوتهم عذب. هم كمان عاملين زي تعاليم حاطين احاديث للرسول عليه الصلاه والسلام بالظبط كده ومترجمه، عاملين باركود لاي حد ممكن يدخل على الموبايل يتعرف على تعاليم الدين الاسلامي. نرجع لموضوع المنتخبات العربية، احنا عندنا طبعا اربع منتخبات، عندنا قطر والسعودية وتونس بس لسه ما دخلناش في تفاصيل قطر والمجموعة اللي معاها اللي هي مجموعة هقولك معاها مجموعة لوز هقولك عايز اقولك بس ان تونس طبعا قطر دي اول مشاركة ليها في المونديال لكن السعودية وتونس والمغرب دي المشاركة السادسة لكل واحدة فيهم وهم اكتر المنتخبات العربية مشاركة في نسخ المونديال يعني. قطر طبعا في المجموعة الاولى معاها الاكوادور ومعها السنغال ومعها هولندا فطبعا تقايل كلهم ايه تقايل مجموعتها مش سهله بس خدمها ان هي هتلعب الاكوادور في اول مباراه تدريج يعني. المباريات يعني انا شايفه ده يعني بالظبط انا شايفه ان ده مهم جدا حتى في مع باقي المنتخبات العربيه يعني افضل ليها الاكوادور من ان هي كانت تلعب السنغال اول مباراه او كانت تلعب هولندا اول مباراه ودي مباراه افتتاحيه مباراه على ارضي برضو انا عايزه اكسب او على الاقل اطلع بنتيجه ايجابيه فطبعا هتفرق معاها جدا يعني. لكن فرصها في السعود ايه بقى؟ فرصها في السعود صعبه شويه ولو ان حظوظ السنغال بعد اصابه ساديو ماني الموضوع اختلف شويه. اصابه ماني بكل تاكيد هتاثر معنويا على الفريق بشكل سلبي. شفنا كاليدو كولوبالي مدافع المنتخب السنغالي اكد حتى الكلام ده وقال انه ان احنا هنلعب المونديال بدون ماني الموضوع مش هيبقى سهل لكن طبعا علينا ان احنا نتماسك وان احنا نركز وان احنا نحاول يعني الفوز في المباريات بس مش يعني الموضوع مش هيفرق معاهم فنيا بس لا هيفرق معاهم معنويا. ماني هو نجم السنغال الاول فغيابه طبعا وعدم وهو القائد كمان فغيابه وعدم وجوده مش هيبقى امر سهل على السنغال. في اسماء مهمه قوي مش هتشارك في النسخه دي من المونديال للاسف يعني في ايه؟ اسماء تقيله واسماء مهمه ولاعيبه منتخبات بلادهم معوله عليهم بقدر كبير يعني
برضو ما اعرفش مدى صحه الكلام ده. سمعنا ان كريم بنزيما كمان مش هيشارك مع منتخب فرنسا نتيجه الاصابه. للاسف رسميا استبعد، للاسف حظه سيء قوي طبعا. حظه سيء جدا جدا، يعني كمان هو كان غايب عن المونديال اللي فات، هو ما كانش مع فرنسا في تتويج 2018. بس الغيابات دي هتدي فرصه بقى لكريستيانو رونالدو وميسي ان هم يولعوا الدنيا ان شاء الله، هيبرطعوا في المونديال ده ان شاء الله. انا اتمنى اصلا النهائي يبقى البرتغال والارجنتين، اتمنى ضرب نار يا منى، ضرب نهائي تاريخي. وبعدين هيبقوا ماتشين في ماتش، يعني ماتش بين المنتخبين وماتش تاني بين رونالدو وميسي. بالظبط بالظبط بالظبط. وناس كتير اكدت ان غالبا ده هيكون المونديال الاخير بالنسبه لهم هم الاثنين غالبا. فانا نفسي نشوف نهائي بالشكل ده، هيبقى فعلا هيبقى ده نهائي، هم الاثنين يستحقوا ان يكون خير ختام لمشوارهم الحقيقي. بالظبط بالظبط. طب تعالي بقى نروح للسعوديه، هل السعوديه اسعد حظا نسبيا بالمقارنه بقطر فيما يتعلق باسماء ال لا خالص، السعوديه معاها برضو تقايل، يعني مع الارجنتين والمكسيك وبولندا. معاها الارجنتين، الارجنتين واحد من المنتخبات المرشحه ان هي تتوج بالمونديال، وللاسف هي اول مباراه ليها هتبقى مع الارجنتين. فمش سهل، عشان كده انا قلت لك في الاول ان ترتيب المباريات للمنتخب يعني للمنتخبات العربيه هيفرق جدا. بس بصي، السعوديه عندهم كوره حلوه ومدرب حلو جدا، سريعة وعندهم جهاز فني مميز وعندهم اسماء تقيله، بس الى اي درجه بالمعطيات دي يقدروا يصدوا مع الارجنتين؟ صعب صعب، فرق سرعات. لا صعب صعب، فرق سرعات، فرق خبرات، فرق حاجات كتير قوي. فلا يعني مش ما كانش في صالح السعوديه ان هي اول مباراه ليها تبقى مع الارجنتين يعني. بس مدربهم برضو يعني وصل قبل كده كمدير فني ايام ما كان بيدرب المغرب، وصل برضو وشارك في كاس عالم قبل كده. بالظبط. النوع ده من الرفايع انجاز التعبير بتفرق، فكره ان يكون معاكي مدير فني عنده خبره سابقه في التعامل في كاس العالم بصفه بدون خاصه؟ بدون شك، اكيد اكيد. لما يبقى معايا مدرب ليه خبرات قبل كده في المونديال او شارك قبل كده في كاس العالم، فعنده خبره، ف عارف يا كريم، تبقى يعني زي ما بالظبط كده لما تبقى داخل مكان لاول مره وداخل مكان انت معتاد عليه، فبيبقى فيه الفه او بيبقى فيه خبره او بتبقى اتعلمت حاجات. فاكيد اكيد طبعا رينار اتعلم من التجارب اللي ليه قبل كده، اكيد هي خبراته دي اكيد هينقلها طبعا لعيبه المنتخب السعودي. ولكن برضو ده في رايي او في وجهه نظري، يعني المنتخب السعودي غير المنتخب المغربي ايام ما كان مع رينار، لا في فرق. اعتقد انه خبرات ومهارات المنتخب المغربي اعلى شويه من المنتخب السعودي، فاعتقد الوضع هيبقى مختلف ما بين هنا وما بين هنا يعني. طيب نروح بقى لثالث المشاركات العربيه وثالث الدول العربيه اللي هتشارك في فعاليات المونديال، تونس في المجموعه الرابعه، وهيكون معاها برضو مع فرنسا، برضو مش هينه معاها الدنمارك ومعاها فرنسا ومعاها استراليا. يعني برضو شايفه المنافسه في المجموعه هي طبعا من سوء حظ تونس ان هي وقعت في مجموعه فرنسا حامل اللقب طبعا. ولكن هنا بقى خدمتها قرعه المباريات، هي هتلعب برضو ترتيب الماتشات. فرنسا هتلعب فرنسا في الاخر. اوكي. اعتقد الدنمارك الاول بعدين استراليا، بس الاكيد فرنسا في الاخر، فهيبقى عندها فرص يعني على الرغم ان هي هتلعب مع فرنسا. وبالمناسبه يعني انا اعتقد برضو ان المجموعه دي هيبقى فيها مفاجاه كبيره جدا. اشمعنى المجموعه دي اللي قلتي ان هيبقى فيها مفاجاه؟ فرنسا على الرغم ان هي حامل اللقب واحد المنتخبات المرشحه ان هي طبعا تكرر الانجاز، ولكن طبعا زي ما احنا ما قلنا بعد اصابه كريم بنزيما اعتقد الوضع هيختلف والحسابات هتختلف جدا مع ديدي ديشامب. فقدان كريم بنزيما في الوقت ده بفورمته دي ضربة قاسمة. بالظبط، بفورمته اللي وصل لها مؤخرا، بانه عنصر خبره، عنصر مهم جدا جدا، اعتقد صعب جدا. فرنسا عندها غيابات تانية، ولكن كان من السهل ان هو تعوضها، نجولو كانتي، بول بوجبا، كيمبيبي، ممكن يبقى في بدائل اخرى، لكن بنزيما. وعلى الرغم طبعا ان هجوم المنتخب الفرنسي هجوم مرعب يعني، لكن بنزيما اعتقد هيفرق جدا معنويا وفنيا طبعا، ما فيش شك في ده. فاعتقد تونس، رجوع للمنتخب التونسي، برضو في الى حد ما في انسجام بين اللعيبه يعني، وعندهم برضو اسماء لعيبه مش قليله، علي معلول، فرجاني ساسي، المراكز دي يعني، في شويه لعيبه برضو
عندهم التاتش الدولي حاضر. فإلى أي درجة برضو اللعيبة دي ممكن يفرقوا مع المنتخب التونسي؟ نتمنى طبعا ان هم يفرقوا، نتمنى ان هم يقدموا أداء جيد، أداء رائع. نتمنى أن تونس يبقى ليها حظ النسخة دي أن هي تتأهل من دور المجموعات، لأن هي ولا مرة قدرت أن هي تتأهل من دور المجموعات، على الرغم أن هي أول منتخب عربي يحقق فوز في كأس العالم لما كانت فازت على المكسيك 3-1 في نسخة 78 كانت 78. فاعتقد يعني انا نتمنى طبعا ان هي تكسر العقده دي، لان هي للاسف ما قدرتش تتاهل من المجموعات خالص ولا مره، على عكس السعوديه والمغرب. يعني السعوديه قدرت ان هي تعدي المجموعات في نسخه 94، والمغرب برضو قدرت ان هي تعدي المجموعات مره في نسخه 86. على ذكر المغرب، ايه وضعها في مجموعتها؟ المغرب بقى أسوأ منتخب في ترتيب مبارياته. كرواتيا، بلجيكا، في كندا. كرواتيا في بلجيكا صعب قوي، ضربتين ورا بعض. يعني كرواتيا طبعا وصيف العالم. أيوة طبعًا. بلجيكا طبعا منتخب تقيل جدا جدا، بغض النظر يعني انه منتخب نحن بس سيبك انت طبعا فالمغرب اسوا المنتخبات في ترتيب المباريات بتاعتها. يعني نتمنى ليها، انا يعني شخصيا يعني اتمنى ليها رب كل التوفيق. هو ليه من عبر التاريخ واحنا بنتكلم ان في اجيال مختلفه عدت على المنتخبات اللي شاركتها قبل كده في دورات سابقه من كاس العالم، ليه ما عندناش حظ ان احنا نشوف نهائي عربي لكاس العالم؟ يا نتمنى يا بلاش يا ستي نهائي خالص عربي خالص، هنقول على المنتخبات يبقى طرف فيه منتخب عربي. ليه احنا بعيد عن ده؟ وليه تحس انه وكانه مش وارد، مش مكتوب لنا ليه؟ بعيده، هي بعيده فعلا، بعيده قوي، بعيدة قوي يا كريم، لأنه زي ما اتكلمنا أنه فرق خبرات كبيرة جدا. يعني أنا مثلا بلعب مع منتخب برازيل مثلا، منتخب شارك في كل نسخ كأس العالم باختلاف الأجيال. فلما اجي انا العب قدامه، يعني انا بالنسبه لي او انا بالنسبه لي لو انا كمنتخب عربي يعني ما اجي العب قدامه، فانا بالنسبه لي لو عملت نتيجه ايجابيه ان انا لو حتى اتعادلت ابقى انا كده كسبان. يعني نفسي النظره دي تتغير. فاكر انت ماتش مصر والبرازيل تقريبا من كاس القارات 4-3؟ طبعا فاكر الماتش ده. كان رائع، كان عالم. احنا بعدها اصلا اعتبرنا ان الماتش خلص 3-3. الماتش اللي انت بتتكلمي عليه ده كان في نيتي، وانا بسالك من شويه على منتخبنا بقول لك ان ممكن نلعب منتخبات قويه جدا ونولع الدنيا، ونلعب منتخب عالضيق كده ونلاقي حالنا يصعب على الكافي. بالظبط. فدي من الحاجات الملفته للنظر. طيب هستاذنك نطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الناقده الرياضيه الاستاذه منى عمر اللي منورانا بوجودها معانا في حلقتنا النهارده. كنا بنتكلم معاها في الشويتين اللي فاتوا، اولا عن المنتخب، وكمان اتكلمنا معاها عن المنتخبات العربيه اللي هتشارك في هذه النسخه من كاس العالم. تعالوا بقى نمر سريعا على المجموعات المختلفه في هذه النسخه من المونديال، بس هستاذنك لان لسه زملاء قايلين لي حالا ان احنا هنروح دلوقتي عشان نعرف بقى ايه اخر الاخبار من ارض من موقع الحدث زي ما بنقول. هنروح مع حضراتكم على الدوحه حيث يتواجد زميلنا العزيز الاستاذ احمد عويس الناقد الرياضي اللي مشكورا هيعرفنا على اخر الاخبار وايه اللي بيحصل هناك. صباح الفل عليكم استاذ احمد، اهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا كريم، معاك وصباح الخير على استاذه منى، واهلا بكم من ارض المونديال في اول مونديال عربي في التاريخ. والحقيقه حدث استثنائي لدوله قطر، وحدث استثنائي لينا كلنا كمصريين. طبعا النهارده المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه اعلن حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمباراه الافتتاح، وده الحقيقه دور مصر، ان مصر كبيره العرب فيجب ان يكون رئيس مصر موجود في افتتاح اول مونديال عربي، عشان احنا الدوله الام، احنا الكبار العرب. فده خبر قال الصبح. ولكن خلينا نتكلم على المونديال. بدات امبارح تتوفد جماهير المنتخبات، شفنا امبارح في الفيفا فان فيستيفال جماهير برازيل وجماهير ارجنتين وجماهير من مختلف الدول. اعتقد ان اغلب الحضور الجماهيري اللي ظهر لحد دلوقتي هي جماهير اللي جايه من امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى، لسه الاوروبيين ما ظهروش لحد دلوقتي. ولكن طبعا مع بدايه المباريات كلنا متعودين في مباريات كاس العالم جمهور الكره ما بيحضرش
غير قبل المباراة بيوم، قبل في نفس يوم المباراة، لأنه بيجي بيحضر المباراة عشان يقلل التكاليف زي ما بيقول. دوحة كلها واقفة عشان مستنية النهاردة مباراة الافتتاح. مباراة الافتتاح الساعة 7 بين قطر والإكوادور، حفل الافتتاح هيبقى الساعة 6 لتت، ده بتوقيت الدوحة، هننزل ساعة يبقى بتوقيت مصر. هيبقى في استاد البيت اللي هو بيبعد حوالي 40 كيلو عن مدينة الدوحة، ولكن هو استاد مصمم على طراز الخيمة العربية، وهو استاد رائع. أنا حضرت فيه قبل كده مباراة بطولة عربية، حاجة يعني مش هنقول بيضاهي أفضل استادات العالم، هو من أفضل استادات العالم، استادات كبير جدا. يعني استعدادات دولة قطر للبطولة استعدادات رائعة. أنا قاعد في مركز صحفي اللي هو الرئيسي بتاع الفيفا، بيسع لحوالي 2000 صحفي، والحقيقة ده ما حصلش في بطولات قبل كده. وسائل المواصلات متوفرة مجانا لكل من يحمل بطاقة هيا. في فرحة وفي انبساط، وفي كمان الحاجة اللطيفة إنه دولة قطر قدرت تفرض على الفيفا، ودي حاجة من الحاجات الصعبة جدا، تقاليدها وأعرافها، ومنعوا بيها في داخل الملاعب. وامبارح تصريحات جياني انفنتينو اللي قلب العالم كله بأن دولة قطر كانت على قد الحدث، وإنه كل الانتقادات اللي تم توجيهها لدولة قطر كانت مش حقيقية. النهاردة طبعا مباراة صعبة، هي افتتاح المونديال، مباراة صعبة للمنتخب القطري أمام المنتخب الإكوادوري. امبارح اتكلموا في المؤتمر الصحفي سواء المدير الفني للاكوادور او المدير الفني للمنتخب القطري عن صعوبه المباراه، وعلى طول مباراه الافتتاح ما بيبقاش فيها كوره كريم، يعني مباراه الافتتاح بيبقى كوره فيها قليله شويه، ولكن هي مباراه مفتاح صعود للمنتخب المنتخب القطري. لو قدروا النهارده يحققوا الفوز او حتى التعادل، هيبقى عندهم امل كبير ان هم يقدروا يعملوا حاجه مع المنتخب السنغالي، ويعدوا وتبقى مفاجأة بالعبور إلى الدور الثاني، ويمكن بقى يكملوا. امبارح أنا كنت في تمرين المنتخب المغربي، المنتخب المغربي بكامل نجومه، وعودة عبد الرازق حمد الله، وجود حكيم زياش، في حاجة من التفاؤل بين المغاربة، رغم إن هم فعلا أنا سمعت منا بتقول إن هم وضعهم صعب، عندهم منتخب كرواتيا وبعدين منتخب بلجيكا. الإعلام المغربي امبارح بعض الصحفيين اللي اتكلمت معاهم عن فوز المنتخب المصري على المنتخب البلجيكي، قال ان ده سلاح ذو حدين، لان ده ممكن يدي منتخب بلجيكا حافز انه يعوض اكيد قدام المغرب، ويخليه قلقان بقى بعد المستوى اللي ظهر بيه قدام منتخب مصر. وفي الناحيه الثانيه هيدي حافز المنتخب المغربي، ليه لا، ما المنتخب البلجيكي سهل، وممكن منتخب عربي يكسبه، وممكن يحقق معاه نتيجه. بدايات العرب قويه جدا، سواء المغرب مع بلجيكا، والسعوديه مع الارجنتين، قطر مع الاكوادور، مباريات صعبه، ولكن العرب قدها. والمنتخب السعودي هيبدا يوم الثلاث امام المنتخب الارجنتيني، بكره السنغال هتلاعب هولندا. بدا المونديال وبدا احتفالاته وبدا وجود الناس في الشوارع. خلينا النهارده نحتفل باول مونديال عربي في التاريخ، العرب كلهم ورا دوله قطر، لانه حدث استثنائي، ولما يحصل هيدي الفرصه ويفتح الباب امام كل الملفات العربيه بعد كده. زي ما بنقول ان مصر بتفكر ان هي تدخل تقدم 2030 مع ملف مشترك مع السعوديه، المغرب بتفكر في 2030، ليه لا بعد النجاح ده نشوف مونديال تاني عربي بعد 8 سنين في مصر او في السعوديه او في المغرب، كلها دوله واحده، العرب كلهم دوله واحده، لو اتكتفوا هيعملوا حاجه كويسه جدا. طيب رجوعا بقى للتصريح اللي ادلى بيه انفنتينو، والكلام اللي كان بيتقال، والتوجيهات اللي كانت بتسرب حتى من فتره مش قليله الفتره الاخيره، فكره احترام ثقافه وتقاليد وعادات الدوله المضيفه اللي هي دوله قطر، انعكاس هذا الامر بقى على المشجعين اللي انت شفتهم لغايه دلوقتي، الوضع ايه؟ هل في تضرر من هذا الامر؟ هل في عادي استجابه باريحيه؟ هو انفنتينو امبارح قال حاجه لطيفه جدا في المؤتمر، ان احنا منعنا بيع الكحول في الملاعب. أي. فانت مش يعني بالعربي كده زي ما بيقولوا مش هتموت لو قعدت 3 ساعات ما تشربش كحول. في اماكن انا اسف يا كريم، في اماكن مسموح بيها ببيع الكحول، موجوده في يعني مصرح ليها، ولكن اثناء احنا عارفين في كؤوس العالم قبل كده الملاعب كان فيها بيبقى فيها كحول بيتباع. طبعا.
لو انت عندك منتخبات دول بعينها، يعني في منتخبات دول بعينها عندهم مشكله كبيره جدا في مساله الكحول والتواجد ضمن المشجعين في المدرجات، بينتج عندها مشاكل كتير قوي الحقيقه. بس انا اقدر استنتج بشكل عام يا استاذ احمد ان انت يعني الى حد كبير متفائل بتنظيم قطر للفعاليات. كانت الاستاذه منى من شويه بتقول ان ما عندهاش شك ان هيكون الحفل الافتتاح مبهر وعالمي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. كلنا شفنا حفل افتتاح البطوله العربيه اللي اتعملت في نفس التوقيت ده السنه اللي فاتت في قطر، وكم الابهار اللي حصل في حفل الافتتاح وحفل الختام. اعتقد انه لو بطوله العرب كان حفل الافتتاح والختام مبهر بالطريقه دي، فكاس العالم هيبقى صحيح اكثر ابهارا. صحيح. خلينا نقول انه ما يحدث على ارض دوله قطر هو معجزه بكل المقاييس. يعني هي معجزه ان دوله مساحة الأرض بتاعتها زي دولة قطر، عدد السكان مش كبير، تقدر تنظم حدث زي تنظيم كأس العالم، فالحقيقة دي معجزة وحاجة تتحسب لهم. قدروا يشتغلوا كويس على الملف، وقدروا يفرضوا كل ما يريدون على الفيفا وعلى الضيوف، ده حدث. وبعدين هو السؤال يا كريم اللي بيطرح نفسه، أنت ضيف جاي لي بيتي، فالمفروض تلتزم بعاداتي. يعني أنا لما رحنا كاس العالم روسيا ما فرضناش على الناس، احنا رحنا شاركنا، انت جاي ضيف عندي، فانت المفروض بتيجي تلعب البطوله وبتادي ادائك الفني، وجمهورك بيجي بيلتزم بمعايير. طبعا. احنا لما بنروح اي دوله بنلتزم بمعاييرها وقوانينها. فالحقيقه مش حدث نقف قدامه وتصوير الحدث على انه انتصارات. لا، هو الحقيقه حدث مهم تاريخي للعرب، يجب كلنا ان نلتف حوله، وده ظهر النهارده بحضور كل الرؤساء العرب او معظمهم. الرؤساء والملوك والامراء هيحضروا النهارده عشان يظهر ان العرب قوه واحده، وده دور القوة الناعمه طبعاً اللي العرب طبعاً المفروض يتحركوا فيها، لان كره القدم قوه اقتصاديه وقوه ناعمه. ولما تشوف قد ايه الناس امبارح مبسوطه وقد ايه الملايين جايين عشان يتفرجوا على قطعة من الجلد يا كريم زي ما بيقولوا. طبعا. هذه القطعة طبعا من الجلد هي اللي بتبهر العالم. صحيح. كل الناس جاي، اللي جاي سفر 20 ساعة واللي جاي سفر 28 ساعة عشان قطعة من الجلد بتدخل الشبكة، كلنا بنهيص وننبسط. فأتمنى أن يكون مونديال رائع ونبقى كلنا مبسوطين، وان شاء الله ابقى معاك كل يوم لنهايه المونديال. تنورنا وتسعدنا بوجودك معانا وبتحليلاتك بقى اللي اكيد هنستمتع بيها ان شاء الله خلال الحلقات اللي جايه. بشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر. كان معانا الاستاذ احمد عويس الناقد الرياضي من قلب الحدث في الدوحه في قطر. شكرا جزيلا ليك. الكلام حلو جدا، الكلام حلو، وبيقول ان احنا فعلا بصدد متابعه نسخه استثنائيه من كاس العالم، وكلمه استثنائيه متحققه من زوايا كتير الحقيقه. بالظبط، دي حقيقه اتفق معاك. واكتر شيء استثنائي ان هي في دوله عربيه، واول مره تحدث في التاريخ. فان شاء الله باذن الله هيبقى مونديال عالمي وهيخرج في افضل صوره باذن الله. يا رب ان شاء الله. هبتدي بقى سابق الزمن معاك، لان عندنا 5 دقايق بس على نهايه الفقره دي، وعايزه اقف معاكي عند كذا تفصيله. يعني مبدئيا كده في المجموعه الثانيه احنا بنتكلم على انجلترا وايران وامريكا وويلز. اوكي. تمام. فهل منتخب مثلا ويلز ليه فرصه للصعود في رايك؟ قد يكون ليه فرصه للصعود، لانه موجود مع المجموعه الثانيه، فيها احنا قلنا انجلترا ايران، مين الثالث شانسيت؟ انجلترا وايران وويلز وامريكا. وامريكا صح، انجلترا وايران وويلز. انجلترا وايران وامريكا وويلز. فانجلترا اعتقد طبعا هتحسم الصعود، يعني اعتقد الموضوع هيبقى بالظبط كده. فهيبقى التنافس ما بين الثلاث منتخبات التانيين بقى، انجلترا وايران هتبقى ويلز وامريكا وايران. واعتقد يعني هتبقى صعبه شويه ان هو ممكن تتحسم، وممكن يبقى فيها مفاجاه مثلا بتاهل ايران مثلا. طيب المجموعة الثالثة من ضمن الأسماء الرنانة اللي فيها طبعا ميسي مع الأرجنتين وليفاندوفسكي اللي هيقود منتخب بولندا، فإلى أي درجة شايفة أن كل واحد منهم هيبقى قادر على أنه يصعد بفريقه ومنتخب بلده للأدوار التالية؟ هي برضو المجموعة دي بنسبة كبيرة هتبقى الأرجنتين حسمت الصعود، هيبقى برضو المنافسة ما بين الثلاثة الآخرين اللي هم السعودية
وبولندا والمكسيك. يعني نتمنى طبعا ان يبقى المنتخب السعودي هو صاحب بطاقه التاهل الثانيه، ولو ان الموضوع هيبقى صعب برضو لان المكسيك فيها عناصر قويه جدا وبولندا برضو فيها عناصر، يعني هي ابرز نجومها او هو يعني ليفا يعتبر هو النجم الابرز او النجم الاوحد في منتخب بولندا يعني، ولكن لا ممكن يعني ممكن يخرج من المجموعات، ممكن ما يكملش المنتخب البولندي. هل وجود لاعب واحد استثنائي زي ليفاندوفسكي مثلا مع منتخب بولندا، هل ده كافي؟ يعني مهما كانت درجة استثنائية هذا اللاعب، هل ده كافي ولا لازم يكون الفريق بالكامل استثنائي؟ لا طبعا مش كافي، مفيش لاعب هيشيل منتخب لوحده. عندنا هالاند في منتخب النرويج وهو ما قدرش ان هو يصعد بمنتخب النرويج لنهائيات كاس العالم، فلا الاعتماد على نجم واحد او نجم بعينه او نجم هو اللي هيشيل المنتخب، لا مفيش لاعب بيشيل فريق، مفيش مدرب بيشيل فريق لوحده، مفيش نجم مثلا او قائد خلاص هو اللي هيشيل الفريق او هيشيل المنتخب وهو مثلا اللي هيقوده للبطولات. هي لعبه جماعيه يا كريم، مش لعبه فرديه، فلازم تكون كل عناصر اللعبه متحده وتكون متجانسة مع بعضها علشان نقدر نقدم نتائج جيدة. دايما بيبقى في أسماء شبه ثابتة في أي مربع ذهبي لأي نسخة من كأس العالم، لكن برضو الأمر ما يخلاش ساعات كتير بنتفاجئ بوجود حصان أسود قادم من بعيد تماما وحدش فكر فيه ولا حد جاب سيرته وتلاقيه وصل. هل وارد إن احنا نشوف حصان اسود في النسخه دي من المونديال؟ اكيد هيحصل، كل النسخ اعتقد بيحصل فيها ده، اعتقد النسخه دي هيحصل فيها كده، ويعني حصل يعني كان المنتخب الكرواتي في نسخه 2018 ما كانش حد متخيل ان هو هيوصل للنهائي وكان في تعاطف كبير جدا طبعًا معاهم طبعًا. عالمي كمان بالظبط، ومع الدعم كمان رئيسه كرواتيا وان هي راحت لهم المعسكر المنتخب ودخلت غرفه الملابس وسلمت على اللعيبه، فده عمل تعاطف كبير جدا مع المنتخب الكرواتي، وبعض الناس كانت تتمنى ان كرواتيا هي اللي كانت تتوج بمونديال 2018 يعني طبعا بعد الخساره يعني. اخيرا هل ممكن نشوف منتخب عربي هو الحصان الاسود؟ ولا دي بعيده شويه؟ ولا ليه مش بعيده؟ ليه مش بعيدة؟ يعدي المجموعات دايما كاس هو العالم، هو عموما هيبقى اسمها مفاجأة ليه لو هي دايما كاس العالم صحيح. بيبدأ من دور ال 16، خلينا نستنى المجموعات نشوف الفرق اللي هتصعد. انت لازم تيجي تنورينا بقى ان شاء الله كمان الايام الجايه والاسابيع الجايه عشان نتكلم معاكي باستفاضه في المستجدات بقى وقتها ان شاء الله. انا بشكرك على وجودك معانا، نورتينا في حلقتنا النهارده منا، ونشوفك على خير باذن الله. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع عشان نستقبل دكتوره ريهام الحياوي اللي هتشرفني وتنورني في تاني واخر فقراتنا الحواريه، خليكم معايا.